يقول لو أن الشخص نام عن صلاة المغرب ودخل وقت العشاء فبأيهما يبدأ في القضاء؟ إذا نام عن المغرب حتى دخل وقت العشاء فإن الأصل أن يبدأ بالمغرب. فمثلا أيقظه أذان العشاء فإنه يقوم ويتوضأ ويصلي المغرب ثم يذهب إلى المسجد ويصلي العشاء. أما إذا استيقظ وقد أقيمت صلاة العشاء فإن الراجح أنه لا يقدم العشاء على المغرب وإنما يبدأ بالمغرب فيدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء المغرب بنية المغرب. فإذا قام الإمام من الثالثة إلى الرابعة فإنه يجلس ويتشهد ثم ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إذا فرغ من التشهد يسلم وحده. ما معنى يسلم؟ ينوي الانفراد عن الإمام ويسلم ثم يقوم ويدخل معهم العشاء فيدرك المغرب والعشاء مع الجماعة. وقد رأيت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد يفعل ذلك، دخل مع الإمام، جاء متأخرا مسافر، هو جاء دخل في صلاة العشاء فدخل مع الإمام ثم سلم ثم قام ودخل مع الإمام في آخر ركعة في صلاة العشاء. وبعض أهل العلم قال بل يبقى ينتظر الإمام حتى يسلم معه، لأنه إنما يمتنع عما لا يمكن أن يفعله مع الإمام، فالقيام للركعة الرابعة لا يمكن أن يفعله مع الإمام، لكن السلام التسليم يمكن أن يفعله مع الإمام، فيبقى حتى يرجع الإمام ويسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلم فسلموا، وهذا عندي أرجح. والمسألة اجتهادية ما فيها نص، لكن لو سألتني ماذا أفعل لقلت لك الثاني، ولو فعلت الأول فإننا لا ننكر عليك. المسألة اجتهادية.